من هنا عندي 10 سنين شغال في المهنة دي. الصنعة دي فيها خطورة. بالنسبة للخامات بناخد الخامة اللي هي بتاعت الياي بتاع الباب، بنعمله من سكينة 10 سنتي لغاية 14 سنتي، وبناخدها على حجر الجلخ في الأول، بعد كده نزعفها على حجر الجلخ ونخش عليها على حجر المية، ننعمها ونبيضها وتبقى سلاح أبيض، وبنركب لها اليد. السكينة بناخد لها سنة بالنسبة بتاعت البيت جنيه ونص، بالنسبة للسطور 2 جنيه، وبالنسبة للبيع والشراء المستورد على حسب ما هو جاي في الفواتير بنزود عليها 2 جنيه ولا جنيه، عشان بالنسبة للشحن كل أسبوع بالنسبة للجزارين شغالين بيجوا يسنوا. شغال في المهنة بتاعت السكاكين، ومهنة خطرة مع والدي، بساعد والدي في السكاكين. ليا في المهنة ديت بتاع 5 سنين شغال فيها، بركب الايادي وبظبط الايادي على الخنصر. بتخلص من التنعيم بتاعنا وبيخش على التنعيم، يعتبر ايه جليخ وحاجات زي كده. شوف الزبون يا عيني.